تحية لكم أيها الأحباب أينما كنتم، صباح نجد فيه الفرح والمحبة والود، ونطمئن كذلك على كل المتأثرين جراء السيول والأمطار وكذلك الفيضانات التي ضربت أوساط هذا البلد الحبيب. محمد، يمكن كبير وعدد من المبادرات هي التي انطلقت على ربوع المناطق، الجمعيات والروابط وكذلك الواجهات والمؤسسات هي التي يعني نفرت نفسها في أن تقدم كثير من الخدمات وتقف مع المتأثرين. صحيح، أنا دائما بقول إن البلاد بأهلها، يعني لما تحصل مثل هذه الكوارث ومثل هذه المشاكل في مجموعة من البلدان، بيقيفوا أصحاب الهمم والناس اللي عندهم هم القضية على الوطن، واللي دائما بيكونوا وراء الوطن هم الناس اللي بتصدر هذه المشاكل، ومن ثم يعود الوطن إلى عافيته. عشان كده دائما أي حاجة تحصل بيكون الشعب هم اللي قايدين هذه المبادرة، اللي بيقيفوا دائما قدام واللي بيبقوا ترس عشان ما يصدوا البحر ورجعوا البحر صددوا. نحن بنسعد جدا انه تكون معنا الزميله الاعلاميه الاستاذه عزيزه عوض الكريم، ومرحبا بك يا عزيزه وصباح الخير. صباح النور، حبابك محمد، حبابك نادي، حباب كل اللي بتابعوا قناه الشروق الفضائيه، وسعيده جدا ان اكون معاكم في صباح الشروق لاول مره. لكن جيت بكده، مرحب بك والله. نحن بنرحب بك كثير يا عزيزه، ودائما الفن لما يكون من اجل الاخلاق بيكون اجمل. الان خلينا ندخل معاك مباشره من خلال المبادرات، وانت اعلاميه يعني متابعه هذا المجال من خلال الحراك الكبير المجتمعي الدائره الان. طيب، من بداية الفيضان طبعا الناس ما توقع انه يكون الكارثة بالحجم ده، لكن لما بدوا يعني يحسوا بالخطر مفتكرين زي كل مرة، ونترس نعمل مبادرات صغيرة وشغل فردي زي كل سنة، لكن السنة دي كان صعب شديد على الناس. مما بدينا نحس بالخطر كان في حراك فردي مع منظمة، مع المنظمة دي، مع الجمعية دي، مع الجروب ده تعمل شغل فردي، بقى الشغل الفردي صعب. طبعا عندهم حصلت لهم كوارث، محمد طبعا اهلك بيكون واهلي البقى بمس، حتى ما مساهم مباشره الحس الوطني بيتحرك عندك، يعني بشكل ما في ناس بكت، في ناس شافت الفيديوهات الصور، يعني مصورين انا بحييهم عكسوا صوره رائعه جدا عن الحجم الكارثه. السودانيين الصوره لما يكون فيها ضحكه بتاثرهم اكثر، الشعب السوداني شعب بشوش، يعني شاهدنا صور فيها الناس بتبتسم، يعني زول يكون غرقان كله ما فاضل الا وشه ومبتسم لسه، دي حاجه بتستفزك اكثر، والدمعه تستفزك كمان بتاعت الناس اللي ما في زول ما شاف الصور. فبدا الحراك زي ما قلت لك شويه شويه كده، بعد كده بقت بحجم الكارثه تكبر المشاركات، تكبر المنظمات والجمعيات. كنا شغالين شغل فردي مع المنظمات، جروب اهل الفن فيه عدد كبير جدا من الفنانين. بالرغم انه الفنانين الفتره اللي فاتت دي كان في المشكله بتاعت الكورونا ما كان في شغل وكده، لكن قالوا لنا يا جماعه احنا نقدر نعمل شنو عشان نساعد الناس، زي الناس كان ما عندهم شغل، الناس هم على الوطن عايزين يساعدوا، حيعمل شنو؟ قالوا لنا خلاص احنا صوتنا ده ما عندنا غيره، نعمل لنا حفل خيري كبير يكون والعائد بتاعه كله يرجع لصالح المتضررين. فدي كان بداية البذرة للشغل بتاعنا. اجتمعنا كابتن خير وسعادة العميد محمد أحمد سبيتي في بحري في المزاد، فتح لنا الصالون بتاعه وقال لنا في أي وقت، دي غرفة طوارئ وفي مسرح خضر بشير في الاتحاد في الطابق الأول البوابة الشمالية، في غرفة بتاعت طوارئ اللي بتتجمع فيها الحاجات العينية. وبدينا طوالي، قلنا ما في وقت، اللي عنده ملابس بقى من الحي نلقط، عايزين تكون حاجة ضخمة جدا يعني. وبدأت الغرفة بتاعت الطوارئ، أي شخص عايز بيمشي الغرفة. أعلننا في السوشيال ميديا طبعا، هي أكثر رواجا لأنه انتشرت ذات الكارثة عبرها يعني. فبقوا يجمعوا أي حاجة، اللي عنده بطانية، اللي عنده ملاية، ما في زول يتوقف، ما أنت تكون حاجة بتجمع منطق، لما تلقى لك حته تجمع فيها حاجاتك بتساعد الناس. كتر خيره من اتحاد بحري والاستاذ صلاح الكي، وفرينا الغرفه دي بتاعت الطوارئ، بس انها تبقى ملتقى للاشياء تتجمع. شفت ناس كيس عدس
كيس رز ده على ده على ده على ده بيبقى حاجه كبيره صحيح. بجد يعني حاجه ضخمه شديد. الهدوم بقت كثيره شديد. وسمينا قعدنا في منزل سعاده العميل وقلنا خلاص نسميها سوداننا نادانا ما دام احنا خلاص جينا واحنا قاعدين بس كده نسميها سوداننا نادانا لانه الحاجه لما نكون عندنا الناس بتنجذب اكثر يعني للمبادره. نعم يمكن عزيزه ما شاء الله يعني سردي جميل جدا لفكره المبادره وفكره الجمعيه اللي انتم كونتوها يعني نقول بالجهود الخالصه. جمعتوا مجموعة من الأحاجات سواء كانت مواد تومينية سواء كانت ملابس سواء كانت أغطية وغيرها. الآن الحياة دي عندكم خطة معينة حتوزعوا بها الأشياء دي للناس المضررين؟ حصرتوا الناس المضررين؟ مشيتوا في الخرطوم ولا مشيتوا الولايات؟ أنا أعرف فكرة عامة عن الحياة دي بتتوزع كيف؟ جميل. طيب سؤال جميل وأي زول بيكون عايز يعرف الحاجة اللي هو قدمها توجهت لأي مكان. نعم. حاليا بما أنه الحياة في مسرح خضر بشير فحنحاول الناس جابت تقارير أنه المنطقة بحر الشمال مضررة شديد ومين شنبات بالمناسبة تضرر. نعم. يعني مين شنبات انت جنب المقابر. أيوة. احنا مشينا مناطق شنبات والحلفاية جنب المقابر الشارع مترس ما بخلوا الناس تخش لجوا لانه في خطر عليهم. أيوة. البحر دخل على المزارع بتاعت شنبات بالجهة الورا في مدارس تضررت. يعني عملنا قراية كاملة وحنبدأ بأكثر المناطق ضرر. نعم. لانه واكثر المناطق الماها بشتى المنظمات. أيوة. في ناس بتبحث يعني ومشينا وتحركنا ومشينا شفنا اماكن يعني في مجموعات في الفيسبوك انضمت لنا وفي مجموعه اغاني الزمن الجميل ومجتمع بحري مجموعه اوسكار الغنائيه واتحاد بحري ومشاهيب الخيريه وفي المغتربين. نعم. بالمناسبه برضه في قروش ترسلت في حساب بتاع في بنك الخرطوم للناس المغتربين في سودانيه واحده بس برعت ب 100 مليون بس هي في امريكا. طبعا هي رفضت انه نذكر اسمها او اي تفاصيل عن الموضوع لكن هي فعلت خير ودي بتفرق زي ما قالت كمان نقطه بتفرق. طيب. تسمع من الزحمه الرحمه فعلا زحمه. نعم. هسي كبيره لكن في الاخر رحمه. طيب عزيزه برضو خلينا نقف على روح المبادره نفسها يعني. احنا برضو في الايام اللي فاتت شهدنا يعني عدد من الفنانين وليد زاك الدين وعصب. نعم. البنا برضو هم قايدين كثير جدا من المبادرات يعني في الاتجاه دي يعني روح المبادره نفسها في انه اهل الفن يجوا يقفوا مع الناس يعني منو من ابرز الفنانين اللي في مجموعة مبادرة وليد برضو معنا. وليد في كل المبادرات بتلقاه وحضور أنيق برضو معنا في أهل الفن ومبادر. هم 57 فنان لحد علمي يعني وأكيد ما هيجيفوا ما عارفين ديل ذاتهم أن إحنا نبرمج الموضوع كيف عشان كلهم يقدروا يشاركوا. هم مشاركين في المبادرة كلهم عايزين يغنوا للبلد يعني ال 57 ديل وانا متاكده هسه ممكن يكونوا بيجوا 100 في قاعده في دي لانه الجروب ماشي متحرك. استاذ ضياء الاسير الفنان سامي عز الدين فنان حسن محجوب عماد الصبابي احمد عزيز وياسر تمتام وهشام درماس صعب انك تقدر تحصل من 57 ديل فنانين بس ديل على سبيل المثال معانا جلواك ومعانا جنكيز ديل اصحاب الدراما والتريفي ديل طبعا ما شاء الله برضو حاضرين دائما. صعب انك تقول كل الفنانين 57 فنان بالذاكره ما حاضره لكن ديل بعضهم الباقيين ما يزعل منها لانه يعني واصله يعني النيه واصله بالنسبه للباقيين. وذاته يا عزيزي نحن بنقول انه الفنانين اللي شاركوا ديل يمثلوا جزء من الفنانين الاخرين وحيكون ان شاء الله صوت اليوم وده يعني الفنانين الاخرين يحزوا حزهم ويتقدموا. انا داير اقول انه الفن رسالته رساله عظيمه جدا. صحيح. زي ما قال استاذنا عثمان حسين ورساله فن سامي تدعو للخير والمحبه. صحيح. اذا مسكنا كلمه الخير والمحبه الخير الان اللي انتم طورتوه الان قمتوا بالمبادره بتاعت الفن من خلال الفنانين وانا اشوف انه الاعلام ذاته فن او من اوجه الفنون المختلفه. نعم. قدرتوا وجمعتوا كنتوا حاجه زي دي بالمناسبه انا في اللحظه دي والله اتمنيت اني اكون فنان عشان اكون اشارك. قال له حقيقة أنا يعني ما يلا ومش ما أنا فقط كل المشاهدين كل المشاهدين وكل الشباب بيتمنوا إنه يساعدوا الوطن ويجيفونا له الصور اللي إحنا شفناها والفيضان. أنا متخيل إنه أنا متخيل يكون بحجم الضرر ده في معاناة شديدة. أنا بتذكر إنه أو يعني بتخيل إنه إذا كان الآن السير شال مجموعة البيوت الأحلام والذكريات الحياة الجميلة كانت موجودة في البيت أكثر من الطوب والمناسبة والطين والأسمنت الأداب مع أيوة والناس بالرغم من ذلك يا عزيزي ويا ناجي بيفرحوا ويبتسموا زي ما أنت ذكرت في بدايتك. نحن دايما نشوف إنه الرسالة اللي أنتم بتقدموها بالنسبة للفنانين الآخرين اللي ما قدروا ينضموا تقدموا لهم شنو ونحن كمان أنا وأخوي ناجي دايما ننضم لكم انضموا وكلكم انضموا الفنانين
كلهم حبابه. الجروب نفسه مفتوح برضو. ما ننسى الفنانة هبة جبرة، هي برضو دائما حاضرة معنا وقالت لنا أي حاجة هي جاهزة. وأي فنان عايز ينضم، الحفل الخيري يوم السبت يوم 19 من 5 ل 8 في مسرح خضر بشير. السبت الجاي دور الليلة، السبت دور الليلة. الليلة الأيام اللي فاتت والليلة حنجمع الحاجات العينية. والحساب 120-15-10. أستاذة سلوى محمد صالح كتر خيرها فتحت لنا حسابها، ده اللي بتتحول فيه المساعدات المالية بالذات ناس برا أو هنا. يعني 120-15-10 ده بنك وين؟ ده بنك الخرطوم. بنك الخرطوم 120-15-10 ذكر الرقم ده كويس. سلوى محمد أحمد أيوة. أنا برضو كتبته في صفحتي للناس المتابعيني وجات تحويلات كثيرة. بالمناسبة حابة أنبه إنه في أخواننا المصريين في أسوان من خلال المنشور بتاعي في الفيسبوك، وهم قالوا لي نحن أدينا يومين بس وحنجهز لك قافلة تجي من مصر للسودان باسم مبادرة السودان نادانا. عجبتهم شديد، شبابهم كلهم مصريين. و عن طريق ريماس القاضي، هي سودانية مصرية خلطة كذا، لكن حركت المبادرة مشاركة. هي تواصلت معي، هي في القاهرة وتواصل معي شباب من أسوان هم مصريين. أنا شاكرة جدا لهم، برضو ما أقدر أقول أساميهم لأنهم هم بيشتغلوا في الخفا. يعني هم قالوا يومين وعايزين زول من أسوان، يا ريت الناس تساعدنا في الحاجة دي، زول من أسوان يجيب الحاجات دي بس. هم حيجيبوا أدوية، نحن كلمناهم نحن محتاجين أمصال بتاعت عقارب وثعابين، وحتى لو متوفرة حنحتاج لأنه طبعا الشقوق والحاجات دي تملت موية، فالثعابين طلعت والعقارب طلعت برا وفي إصابات كثيرة. ما عايزين نبقي زول، ما عايزين زول يموت. المبادرة ما بس إحنا نأكل الناس ونلبسهم ونساعدهم وكذا، المبادرة حتستمر. إحنا برضو أي حالة طارئة، الإسهالات حتظهر المائية، الكوليرا لا قدر الله، عاملين حساباتنا واحتياطاتنا إنه مين هسي. في أطباء مشتركين معانا، في صيادلة، في شركات أدوية حتوفر لنا كمية كبيرة من الدواء. محتاجين جلوكوز، محتاجين، وفي أزمة طبعا بالمناسبة في الدريبات كمان. حنحاول قبل ما تحصل الحاجة نحن نكون جاهزين لها. الغلط هسي مننا نحن ما كنا جاهزين للكارثة لأنه ما متوقعين حجم الكارثة. زي كل مرة شوالات وترس وخلاص. الموضوع بقى كبير جدا. الكارثة حتبدأ الحقيقة بعد انحسار الموية، بعد الموية تركض، بعد البعوض والذباب يجي. صحيح. مخلفات زي ما شفنا في الفيديوهات، حتكون في مشكلة كبيرة جدا لقدام. لازم من هسه احنا قمنا عالجة وحنعالجة من خلال المبادرة ان شاء الله. طيب عزيزة، احنا في اليومين الماضيين دي برضو شهدنا يعني تدشين قوافل لجمعيات واجهات كثيرة جدا. متين نقول انه اهل الفن حيصيروا قافلة متجهة الى منطقة محددة؟ والله بالسرعة انا شايفة الحاجات مرت بها دي. بعد الحفل الخيري طوال انه احنا كلنا مشرفين عليه واحنا ما كتار شديد. العمل كبير ومحتاجين أيادي عاملة، محتاجين سند، ما أظن محتاجين دعم إذا كان مادي أو عيني. الشعب السوداني ما شاء الله كله واقف معانا، كله بجد. يعني عيونك بتدمع لما أنت زول يضرب لك ولا زول يقول لك كم سنة يعني إحنا معاك رغم الحساب كم. أنا فترة فاتت بس كنت بجاوب في المسنجر لأنه كان عبر السوشيال ميديا، عبر الصفحات بس بتاعتنا. انت تجاوب في المسنجر عن اي، لانه اي حاجه حتفرق، اي مساعده انت ما تقراها او تمر عليها دي بتعمل فرق. بتعمل فرق وبكون حق زول منتظر الحاجه دي هو محتاج لها. ممكن بعد الحفل الخيري الطوالي نبدا في انه اول ولايه تكون محتاجه، وان شاء الله نقدر نكفي هنا. الوضع هنا برضو صعب ان شاء الله. نفس الحاصل في الولايات حاصل هنا. انا حابه اشكر سعاده العميد وسامي عثمان، الفنان احمد عزيز ده فنان شاب صغير لكن يعني ايده بيضاء، اول واحد ودى بقيه غايته، اول بقيه كانت الفنان احمد عزيز. نعم حقيقي والله. نعم. يمكن عزيزه دي يعني واحده من الاشراقات الجميله للشعب السوداني. بالرغم المعاناه وبالرغم الظروف اللي احنا عايشينها، لكن في حاجه ثانيه يعني انت بتنسيك كل الهموم والجراحات اللي احنا بنمر بها. يمكن في مجموعه طبعا من الدول الشقيقه والعزيزه هبت لنصره السودان وتقدم له المعونه، يمكن مصر
ودولة قطر الشقيقة برضو بالأمس تبرعت بمجموعة كبيرة جدا من والسعودية كذلك. يعني كل الدول الشقيقة والصديقة للسودان هي كانت حاضرة في من خلال التبرع من خلال أنها تقيف مع السودان. والسودان ودائما بقول إن البلاد بأهلها. الأشياء دي ممكن تساعدكم لقدام في مبادرتكم على أنكم تقدروا تغطوا مجموعة من الولايات خاصة بعد ما تغطوا خرطوم أولا. طبعا زي ما قلت لك اي مساعده هتفرق. احنا شاكرين جدا للدول اللي وقفت معانا. انا برضو بفتكر ان السوشيال ميديا كان عندها دور انها تعكس في اطفال. نعم يعني حضرت لهم فيديوهات رائعين جدا من فلسطين من مصر. وكمان سلطنه عمان عملت فتحت لمده اسبوع اتصالات مجانيه عشان الناس. صحيح. يعني الناس دي وقفت بجد معانا وقفت لانه الصور والفيديوهات عكست الحاصل يعني في البلد. في البلد يعني صحيح. فالمساعدات دي حتساعدنا كثير. بيبقى بعد كده احنا برضو محتاجين الايد العامل عشان التوزيع عشان احنا زمان في زمن فائت المساعدات دي كانت كده بتتباع. يعني اي حاجه بتجي من برا بنلقاها في السوبر ماركت بيكون مكتوب عليها مجانا وبيبيعوا عليك. حاليا في بدايه الكارثه شفنا الخيم معروضة للبيع ب 30 مليون ب 25 مليون. الخيمة لسوداني الخيمة اللي جات مجاني. أكيد الخيمة دي مجاني. ما في خيم وبالكمية دي. زول يقول لك عندي أكبر عدد من الخيم وب 30 مليون الخيمة. ما في زول بيجيب تجارة زي دي. معناها أنت معناها عشان جيت أنت تاجر بتاع أزمة. تجار الأزمة زي ما في وقت زي ما في ناس ضماير. خير بيصهروا في وقت زي ده ناس الحارة. تجار الأزمات برضو بيصهروا قاعدين وإحنا عارفين إنهم ناس ما عندهم ضمير. خليهم إحنا بنشتغل شغلنا. نعم. وهم خليهم يعني كده حيتحاربوا لحالهم يعني. صحيح عزيزة برضو الإعلام دور كبير جدا. صحيح. يعني أنت زولة إعلامية ما شاء الله وليك سهم كبير جدا في المجال دي وقدرتي إنك برضو تأثر على الآن أنت قائدة في مبادرة أهل الفن. يعني برضو الإعلام كيف شايف دور الإعلام في الفترة دي؟ شوية في الأول كان تعبان طبعا ما هننكر. برضو يمكن لأنه زي ما نحن كنا أخذتين حجم معين للكارثة حاجة بسيطة زي كل سنة وحنغطيها نجيب صور ونمشي. لما الموضوع بقى جادي خلاص يعني الموضوع بقى مع زي ما هو سودانيين برضو زينا ما بنقول هم قصروا ما قصروا لكن بس ما كان في قراءة للوضع. لما القراءة بقت صحيحة للوضع والناس حست بحجم الكارثة كل القنوات بالمناسبة ما قصرت. لا قناة الشروق عمل فترة مفتوحة طبعا يوم الخميس كل القنوات ما قصروا ووقفوا. لو لاحظتوا بعد قومة القنوات الدعم بقى يجي من برا. صحيح. ما ده إعلام البلد كده أصهر المعاناة. هو الإعلام عكس الصورة إضافة للحياة اللي قلت لك السوشيال ميديا الفيديوهات الفردية هي عكست الصورة والاستجابه كانت فوريه بالمناسبه. صحيح. يعني قطر والسعوديه جاهزين كانوا ومصر طوالي بقت في جسور جويه والاعلام هو السبب في انه يعمل حاجه دي. عشان كده احنا لازم نطوعه صح. طيب. انت لما تستعمل اعلامك صح بتوصل. صحيح. ده برضه يا محمد بخلينا انه نمشي لجانب مهم جدا اللي هو كيف نحن نقدر يعني زي ما هي قالت انه الاعلام استطاع انه ياثر. نعم. ويخلي انه كثير جدا من القيادات والمنظمات هي تتحرك برضه. صحيح. يعني دايرين برضه نشوف كيف انه برضه الاعلام يلعب دور فيما بعد الكارثه. يعني نعم هو يمكن يكون دور الاعلام في بعد الكارثه لابد انه يظهر الحقائق بعد ذلك. يعني الناس اللي تضررت الناس اللي صارت الحوجة بتكون أكبر. نعم. أنت تمشي لهم في منازلهم في مناطق منهم قاعدين فيها. أه. يقدم لهم المساعدة والعون. يمكن زي ما قال عزيز في بداية اللقاء نقطة مهمة جدا إنه الآن الكارثة ما خلاص حصلت لكن ما بعد الكارثة الحياة اللي بتحصل بعد الكارثة بتتمثل في شنو. صحيح. ودي الحياة المهمة اللي الناس حتصاب بأمراض وصاب بمجموعة من الأشياء. نتمنى إنه نحن كإعلاميين حاضرين إن شاء الله بهمتنا بعزيمتنا بحبنا للبلد. نعم. ويعني بنكون ان شاء الله نحن موجودين اينما يعني التفتوا انتم تجدونا معاكم ان شاء الله. نحاول ان شاء الله نكون جنبا الى جنب لنعبر ونتخطى هذه المحنه والمصايب. انا بقول الجراحات دي كلها هي ما بتمثل الا اشياء تدفعنا لقدام ونحن في مرحله جديده وفي اشراقات اخرى من الاشراقات الجديده. نعم.
عزيزة، خلينا برضو ننتقل لجانب آخر وجانب مهم جدا في شكل أنه صحيح الآن السودان في مرحلة ومرحلة بتاعت طواري لمدة 3 شهور، وصحيح يعني الاستجابة الكبيرة من خلال الدول الشقيقة والصديقة، يعني سالمة يا سودان، قطر أبدعت إبداع كبير جدا، صباح هذا اليوم 89 مليون ريال، وكذلك مؤسسة الملك سلمان للإغاثة هي أيضا تبدع في هذا المجال. برضو بالأمس يعني استوقفتني واحدة من الملامح والمشاهد قد تكون هي الرابط ما بين السودان ودولة البحرين، يعني 2 توأم نهال ونهاد، قالوا والله نحن بحرينيات لكن دايرين نقيف مع الشعب السوداني، وعمرهم 17 سنة قايدين مبادرة كبيرة جدا. يعني عزيز الآن برضو يعني وضع السودان من خلال الرؤية الجديدة، من خلال يعني الاتساق الجديد مع المحيط الإقليمي والعربي، يعني طيب يمكن من بداية الحراك الثوري كل الدول العربية وقفت معنا، طلعوا مواكب موازية لمواكبنا، والدور استمر في كل الدول، إذا كانت البحرين، عمان، مصر، السعودية، قطر، الإمارات، كل الدول حصل حراك يمكن عربي كبير زي ما كان الحراك الثوري وما زال مستمر. أنت عارف الثورة دي خلت الدول أو الناس اللي ما بتعرف السودان عرفته، صحيح. عشان كده التجاوب العربي لو شايفينه أكبر، ولسه حيزيد، وكمان لسه المناسبة الدول الأجنبية حتدخل في الموضوع ده قريب، يعني الليلة بكرة حتشوف لما يشوفوا الدول اللي وقفت مع السودان، قطر، السعودية، الإمارات، حيقوموا حيتحركوا، أنا متأكدة. حيبقى مش إحنا علاقتنا بالدول العربية، حتبقى علاقتنا بالعالم كله. السودان يتعرف من خلال خصاله وطباعه، لما أنت تعرف زول من خلال خصاله ويقع في أزمة يتجيف معه، يتجيف معه، صحيح، مؤكد. وده اللي حصل في الدول العربية، وده الحركة اللي إحنا شايفينها وزايدة وبدون ما نحن نطلب. في فرق بين إنك أنت تمشي تطلب المساعدة، فرق بين إن المساعدة تجيك برا، بس أنت تحت الصورة والمساعدة تجيك. برضو يا عزيزة، امتدادا لكلامكم اللي قلتوه، انه في مجموعه من الدول وقفت معانا، يعني زي ما قلت سلطنه عمان، هي تحيه لشعب سلطنه عمان، الشعب الراقي والحبيبي لنفوسنا جميعا، فتح اتصالات مجانيه، مصري برضو، قطر الخيريه برضو، والسعوديه، يعني مجموعه من الدول العزيزه والحبيبه والعزيزه يا عزيزه لينا هي قدمت مساعدة. برضو من ضمن الدول، في واحد من الفنانين والشباب الاردنيين ده اللي اسمه عمر السعيدي، برضو شارك بمجموعه من الاغنيات، واحده من الاغنيات كان بيتكلم عن السودان، ويعني من خلال هذه الكارثه اللي لمت بنا. نحن نتابع الجزء من الاغنيه دي، يا ريت لو الكنترول جاهز. هي برضو واحده من الحياه اللي كانت جميله جدا، واشراقات جديده برضو من الدول الاخرى اللي تفاعلت، تفاعلوا كثير جدا برضو في من خلال الاغنيات الجميله اللي تقدمت، يعني ده برضو واحد من الشباب، غير من الدول وغير من الناس اللي وقفت معانا وساعدتنا، يعني برضو دي حاجه مهمه جدا احنا محتاجين لها في الفتره الجايه. جميل. الاغنيه ما جاهزه، نكمل كلامنا لحد ما تجهز الاغنيه. ده بياكد كلامك اللي انت بدات بيه يا محمد، انه الفن رساله، ومش الفنان السوداني بس، الفنان العربي برضو عكس صورة جميلة جدا، وزي ما وقفوا معنا برضو زي ما أقول لك قبل كده، برضو حاليا هم واقفين معنا، وحاليا هم بيتغنوا. الواحد بيقول لك مثلا لما تنزل أغاني، أنت في شنو، الناس في شنو، البلد دي بتغرق. الغنى بالمناسبة هو اللي بيحمس الناس، هو اللي بيحمس الناس إنه عشان يعمل التروس، الغنى هو اللي بيحمس الناس عشان ما الهمة تقيل، الغنى هو اللي بيدعم الناس عشان الغنى ما فقط طرب، صحيح. طبعا ايوه الناس يا ريت لو تعي النقطه دي. وحمد الريح خير مثال، اغنيته مستحيل انها عجبوني انها تبدا قديمه، يعني أيوة. عجبوني الليله جو، درس البحر صددوا، عجبوني اولاد الفرسان، مرسوا البدل والقمصان، الحجم البحر كبير، ده غنى، يعني ده غنى انا ما حرقص عليه، انا حاشيل شوالي واملاه وترس النيل ده وعاند المويه واقف في وشها زي ما وقفوا شباب توتي، في ناس وقفوا كترس برضو، وانا نعم في توتي وفي بري، نعم. في كل الاغنيه جاهزه، نتابع الاغنيه عزيزه نتابع الأغنية يا عزيزي المشاهد، ويمكن أكون يا عزيزي يمكن دي واحدة من الإشراقات الجميلة لهذه المبادرة الجميلة. بدأنا يعني في الختام نشكرك على المبادرة دي، ونتمنى كل الناس تنضم لمبادرة، وداني بقول إنه رقم الحساب 120 15 7 10
10 120 15 10 10 120 15 10 للتأكيد. سلوى محمد أحمد بنك الخرطوم فرع الموردة. عزيزة لو قلنا لك كلمة أخيرة يعني من خلال الكلمة دي نقدر برضو نحفز كل الواجهات وكل الـ 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 الناس اللي دايرين ياخذوا خطوة ولسه متأخرين شوية. جميل. لو قلنا لهم بلدنا نعلي شانا سوداننا نادانا ويا الحارسين حمانا أريتوا يسيل عرقنا في الترس يعني في الشوارات الترس كبير بدل ما تسيل دمان. انا شاكره جدا لك محمد, شاكره جدا لك ناجي, شكرا كل الشباب خلف الكواليس ديل الناس اللي بيدعموا كمان حقيقي اكثر مننا كلنا, شاكره جدا ليهم. شكرا مبادره اهل الفن, شكرا كل المبادرات بدون فرز. اي مبادره اي منظمه اي جمعيه اي اشخاص عايزين ينضموا نوحد الهدف واحد, نوحد الشغل مع بعض. نحن حاضرين عن طريق صفحتي في الماسنجر, حاجات دي كلها مفتوحه الايام دي في التلفوني غرفه الطوارئ بحاله مستعده جدا استقبل اي رساله اي دعم من اي جهه. الناس تنضم لنا, رقم الحساب 120 15 10 سلوى محمد احمد بنك الخرطوم فرع المورده. شكرا, وخلينا نقول دائما زي ما بنقول, خلينا دائما مبتسمين, خلينا دائما متفائلين على ابتسامه حتى المصايب. ان شاء الله حنعبر, ان شاء الله ننتصر. شكرا لك عزيزه, شكرا لك.